لو سمحت بس ممكن اخد منك اتعرف بيك واعرف شويه معلومات عن الشركه تبعكم. اسمي نزار معصراني، الشركه تبعنا اسمها سيرين. الشركه تعتبر من الشركات الرائده بالعالم بمجال صناعه التحف اللي بتتقدم بمناسبات رسميه، مناسبات خاصه. طبعا الشركه قديمه، سمعتها بالعالم جيده جدا ممتازه، ونشتغل كل شيء بنشتغله هو عباره عن اعمال يدويه، نحت، نحاتين، رسامين على ارقى مستوى. بنشتغل فيها الهدايا الخاصة التي تقدم لرؤساء، ملوك، وزراء، دوائر رسمية، أي مناسبات خاصة جدا تتطلب هالمستوى الفني العالي من الهدايا. طيب دي أول مرة شاركوا في المعرض؟ أيوة أول مرة منشارك بمنطقة الشرق الأوسط. نعم. إيه المعارض التانية اللي أنتوا شاركتوا فيها؟ أغلب توجهنا باعتبار الشركة جنسيتها من موسكو، هي الشركة من روسيا. أغلب المعارض اللي شاركنا فيها ونحن مشهورين بمنطقة روسيا والجمهوريات اللي حواليها وشوي بأوروبا. طيب عندكم بلان ان انتوا تتوسعوا شغل في الإمارات؟ المخطط موجود طبعا، ونحن جايين لهون لنعمل ماركتينج بلان ونحاول نعمل الماركتينج لنا بهالمنطقة إن شاء الله بنكون موجودين. طيب حضرتك شايف إن الماركتينج دلوقتي أو الناس بتحب تشوف الإعلانات في صورة مطبوعة ولا كله أونلاين؟ أنا بشوف الناس بتحب أونلاين، بتحب تتفرج أونلاين، بس يوم اللي بدها تشتري لازم تشوفها. طبعا لازم نوفر لهم الاثنين. عامة فرصة سعيدة وإن شاء الله بالتوفيق. شكرا لك.